تكلمنا اللقاء اللي فات عن تقريبات الدايود، أي أنه كيف لو مثلا استخدمنا الدايود في دائرة إلكترونية شو ممكن نحط محله. في 3 تقريبات. التقريب الأول كان اسمه الفيرست أبروكسيميشن، يعتبر الدايود عبارة عن في حالة الانحياز الأمامي شورت أو كلوز سويتش، وفي حالة الانحياز العكسي عبارة عن أوبن سويتش، وأخذنا أمثلة عليه. اوكي، بالاضافه لذلك رسمنا الاوتبوت كاركترستيك كيرف اللي بيربط بين الجهد والتيار في الحالتين، في حاله الانحياز الامامي وحاله الانحياز العكسي. هلا في السكند ابروكسيميشن، بالسكند ابروكسيميشن راح ياخذ بعين الاعتبار البارير بوتنشال او قيمه البارير بوتنشال في داخل في الدايود، سواء كان سيليكون او جرمانيوم راح ناخذ تاثيرها، اي انه في حاله الانحياز الامامي اذا تحققت الشروط عندي بنحط محل الدايود. اوكي، فولتج سورس زي ما احنا شايفينه بهذا الشكل. بس في نقطه كثير مهمه، القطب الموجب للبطاريه اللي بتمثل البارير بوتنشال بتكون دائما على طرف الانود، واضح كيف؟ والقطب السالب على طرف الكاثود. الطريقه الكيفيه اللي عاملينها بهذا الشكل انه الدايود مش بيكون عباره عن فولتج سورس، وانما مقابل انه مرر تيار كهربائي في الدائره بده يستهلك جهد حتى يغذي البارير بوتنشال. الغرض من تغذيه البارير بوتنشال حتى يقدر يمرر تشارج كاريرز من منطقه لمنطقه. هلا في عندنا حسب الماده المستخدمه للدايود بتكون قيمه البارير بوتنشال، اذا كان مصنوع من السيليكون بتكون قيمه البارير بوتنشال 7 بالـ10 فولت، اذا كان مصنوع من الجرمانيوم بيكون البارير بوتنشال قيمته 3 بالـ10 فولت عند الروم تمبرتشر. واضح كيف؟ هلا المثال اللي موجود هون، خلينا نحكي انه شرطين الانحياز الامامي تحققوا، تعرفوا انه الشرط الاول دائما جهد الانود بيكون اعلى من جهد الكاثود، لانه دائما الجهد الموجب اعلى من الجهد السالب، او في طريقه ثانيه ممكن تطلع عليها من منظور ثاني، انه طرف الانود جاي على الموجب وطرف الكاثود جاي عندي على القطب السالب، الشرط الاول تحقق. الشرط الثاني لانه البارير بوتنشال تبع السيليكون دايود قيمته حكينا هون 7 بالـ10، جهد البطارية أكبر من 7 بالـ10، بنفهم إنه جهد البطارية هون يولد إلكتريك فيلد راح يتغلب على الإلكتريك فيلد تبع البارير بوتنشال، إذا هيك الشرطين الانحياز الأمامي تحققوا عندي. أوكي، الشرطين تبعون الانحياز الأمامي تحققوا عندي، ساعتها بإمكاننا نستبدل نعتبر الدايود في وضعية انحياز أمامي. أوكي، نستبدل الدايود زي ما احنا شايفين هون ببطارية، حكينا القطب الموجب من هاي البطارية جاي على طرف الأنود والقطب السالب جاي على طرف الكاثود. هلا بيحكي هذا الدايود إنه أنا مقابل أمر لك تيار كهربائي اسمه IF بدي أستهلك جهد حسب قيمة البارير بوتنشال عندي، لأنه السيليكون مصنوع، لأنه الدايود مصنوع من السيليكون، البارير بوتنشال قيمته 7 بالـ10، أي أنه راح يستهلك الدايود 7 بالـ10 فولت، مفهوم كيف؟ حتى يقدر يمر لك التيار الكهربائي من خلاله. طيب، إحنا هون بدنا نشوف شو التيار، قيمة التيار وقيمة الجهد على الدايود، التيار اللي مار خلال الدايود، ممكن أقيسه باستخدام أميتر زي ما إحنا شايفين هون، الأميتر دائما بتوصل في الدايرة على التوالي، واضح كيف؟ القراءة اللي بيقرأها التيار أو الأميتر بنقدر نحسبها بمعادلة رياضية بسيطة جدا. IF هون ممكن إيجادها من خلال استخدام قانون أوم. IF هون بدها تساوي الفرق الجهود في الدائرة على قيمة المقاومة. كم جهد في عندي أنا هون؟ في عندي جهدين، جهد البطارية وجهد البارير بوتنشال. واضح كيف؟ هلا لأنه أقطاب البطارية هي بتعاكس هاي، إذا لازم يكون في بينهم إشارة سالبة. اللي بياخذ إشارة موجبة هو المسيطر الدوميننت، اللي بتكون الفي بي، أوكي؟ واللي بياخذ إشارة سالبة الأقل. فهي زي ما احنا شايفين هون، المعادلة هاي بتوضح العلاقة الرياضية للفورورد كرنت، واضح؟ الفي بي ناقص الاي دي مقسومه على قيمه المقاومه الوحيده اللي موجوده هون اي ار، واضح كيف؟ هي هيك انت بتقدر تتمكن، يعني بدل ما تربط جهاز اميتر يقرا لك التيار بامكانك تحسب حساب من الدائره الكهربائيه البسيطه، واضح كيف؟ في نقطه ثانيه، لو جينا بدنا نشوف فرق الجهد على اطراف الدايود، بتستخدم جهاز فولت ميتر. الفولت ميتر زي ما احنا شايفين هون مربوط بين طرفين الانود والكاثود، اوكي؟
اللي راح يصير انه لانه الفولت ميتر جاي على التوازي باستمرار مع البارير بوتنشال، دائما مش راح يقرا اكثر من قيمه البارير بوتنشال في حاله الانحياز الامامي، اي انه الفي اف دائما بدها تساوي ايش؟ قيمه البارير بوتنشال، مفهوم كيف؟ او الدبليشن ريجن دي جي. واضح؟ لا راح يزيد ولا راح يقل في حاله الانحياز الامامي. طيب هلا لو جينا هون بدنا نحسب مثلا قيمه اي اف وبدنا نحسب قيمه الفي اف. اي اف لو بدنا نحسبها سهل جدا، نلجا لهذا القانون، جهد البطاريه عندي 5 فولت بنعوضه هون 5، البارير بوتنشال قيمته 7 بالعشرة، بتقول 5 ناقص 7 بالعشرة على قيمه المقاومه هاي العشرة، بيطلع التيار قيمته قديش؟ 43% امب. اوكي، هذا الفورورد كرنت. واضح كيف؟ طيب هلا الفي اف حسب نوع الدايود اللي مستخدمينه، اذا استخدمنا سيليكون دايود في حالة الانحياز الأمامي الـ VF راح تساوي 7 بالعشرة، بينما إذا استخدم جرمانيوم دايود الـ VF راح تكون عبارة عن قديش؟ 3 بالعشرة فولت. واضح كيف؟ طيب في حالة ثانية تسمى حالة الانحياز العكسي، الحال شرطها بسيط جدا، انه بدل ما بدل الاقطاب تبعت الدايود، بدل ما القطب الموجب جاي على جهد البطاريه بصير بيجي محله، عفوا الانود بدل ما يجي على القطب الموجب للبطاريه زي ما شفنا في حاله الانحياز الامامي. هلا في الانحياز العكسي بنبدل الاقطاب، الكاثود بده يجي على القطب الموجب مع البطاريه. في الحاله هذه انت شايف انه الدايود بيكون بحب يمرر التيار من الانود للكاثود، بس لانه التيار فعليا بيمشي في الدائره باتجاه عقارب الساعه، هون الدايود راح نقدر نستبدله باوبن سيركت، اوكي، لانه بيشتغل في حاله انحياز عكسي. هلا لما تكون الدائره مفتوحه اكيد التيار اللي راح يعدي خلال هاي الدائره قيمته صفر. واضح؟ هذا التيار شو بيقرا؟ بامكاننا نستخدم جهاز اميتر، لو بده يقراه، لو استخدمنا جهاز اميتر ما راح يقرا اي قيمه تيار، بعيد بحكي لانه الدائره عندنا مفتوحه. واضح كيف؟ في نقطه مهمه بسال الطالب، طب يا استاذي لما تكون الدائره قيمه التيار فيها قيمته صفر، قديش الجهد، شو بصير في المقاومه هون؟ هل بتضل زي ما هي ولا بتتحول مثلا لشكل ثاني؟ زي ما احنا شايفين هون تحولت المقاومه لشورت سيركت لسبب، زي ما احنا شايفين في المعادله الرياضيه، الفي ريزيستر دائما بيساوي جهد المقاومه بيساوي التيار ضرب قيمه المقاومه، التيار لانه قيمته صفر عشان المفتاح مفتوح، صفر ضرب ار بيطلع الفي ريزيستر قيمته زيرو. هلا هذا اي شيء فرق الجهد عليه قيمته صفر شو بده يكون؟ شورت سيركت. اذا هذه المقاومه تتحول لشورت سيركت زي ما احنا شايفينها هون. هلا شو بنستنتج؟ بنستنتج من هذا الحكي انه جهد فرق الجهد اللي بنقراه على اطراف الدايود باستخدام جهاز قياس الفولت ميتر ايش بده يساوي؟ بده يساوي جهد البطاريه، مفهوم كيف؟ بس لانه هذا الجهد في الريفرس في حاله الانحياز العكسي، يبقى شو بده يساوي؟ كل ما بزيد جهد البطاريه كل ما بقل الجهد الفي ار بنفس البروبورشن بالسالب. فهي علاقه رياضيه بتوضح انه الفي ار بده تساوي ناقص الفي بي. ليش؟ لانه ليش حطينا اشاره سالبه؟ لانه هذا ريفرس فولتج، اوكي، حتى نقدر نميز الفورورد عن الريفرس بالاشارات. الفورورد دائما بياخذ اشارات موجبه سواء كان جهد او تيار، والريفرس دائما بياخذ اشارات سالبه سواء كان جهد او تيار. هلا في عندنا الدائره السابقه، دائره الانحياز الامامي زي ما احنا شايفينها هون، التيار والجهد اللي بنقراهم على الدايود بسموهم اي فورورد وفي فورورد. واضح كيف؟ بينما هون في المقابل في حالة الانحياز العكسي، اوكي، التيار والجهد اللي بنقراهم على الدايود بسموهم اي ريفرس وفي ريفرس. واضح كيف؟ طيب هلا بدنا نيجي هون نرسم الاوتبوت كاركترستيك كيرف. ايش هي الاوتبوت كاركترستيك كيرف؟ هي بتوضح العلاقة بين الجهد والتيار للدايود في حالة الانحياز الامامي وحالة الانحياز العكسي. واضح كيف؟ في حالة الانحياز الأمامي دائما بكون في عندنا تيار وجهد قيم موجبة، اي بسموهم اي فورورد وفي فورورد. واضح؟ أي دائرة ممكن بدنا نستعين فيها حتى نقدر نفهم كيف الكاركترستيك كيرف طلعت معي للجرمانيوم والسيليكون، هاي الدائرة بكل بساطة تحقق فيها الشرطين. الشرط الأول إنه قطب الأنود، طرف الأنود
جهده أعلى من طرف الكاثود، أي الشرط الأول يتحقق. والشرط الثاني إنه جهد البطارية في مرحلة ما راح يكون أعلى من البارير بوتنشال للسيليكون والجرمانيوم، مفهوم كيف؟ طيب لا خلينا ناخذ حاله انه بدنا نزيد الجهد هون من الصفر لل 10 فولت في 100 خطوه، يعني كانه هذا الصفر فولتج هون بدنا نسويه اول مره 10 فولت 20 فولت 3 بال 10 فولت 4 بال 10 فولت، كل مره بنزيد 0.1 فولت على القيمه. لما بيكون جهد البطاريه زيرو فولتج اكيد هون الدايود ما راح يمر اي تيار كهربائي، فبده يكون التيار اللي بمر خلال الدايود قيمته صفر، واضح كيف؟ وفرق الجهد على اطراف الدايود راح يساوي جهد البطاريه، بس لانه جهد البطاريه قيمته صفر اذا التيار والجهد قيمهم اصفار، هيك احنا بنكون موجودين في نقطه بسموها نقطه الاوريجن، واضح كيف؟ طيب اذا رفعنا الجهد لشويه ل 0.1 فولت، هلا مشكله ال 0.1 فولت على البطاريه ما تغلبت على قيم البارير بوتنشلز اذا استخدمنا السيليكون او الجرمانيوم، فساعتها الدايود هون ما راح يستجيب معنا، راح يضل في وضعيه انحياز عكسي، مفهوم كيف؟ التيار راح يضل قيمته صفر، بس فرق الجهد اللي راح نقراه على اطراف الدايود راح يساوي جهد البطاريه. واضح كيف؟ راح يساوي جهد البطاريه، فاذا هون انتقلنا وصلنا النقطه هذه. واضح؟ طيب هلا اذا رفعنا الجهد ل 20 فولت لسه ال 20 فولت ما راح تشغل الدايود، راح يضل التيار قيمته صفر، بس الجهد اللي موجود هون هو عباره عن جهد البطاريه، راح الحركه تكون بهذا الشكل. هلا خلينا نسال سؤال، لو رفعنا الجهد ل 3 بال 10 فولت جهد البطاريه، لسه ال 3 بال 10 ما قدرت تتغلب على البارير بوتنشال تبع الجرمانيوم ولا تغلبت على البارير بوتنشال تبع السيليكون، فالدايت عندي هون ما اشتغل لسه. فبنكون احنا زياده الجهد من الصفر لل 3 بال 10 فولت موضحه من خلال هذا الخط. الخط هذا زي ما احنا شايفين هون شو اللي بزيد فيه؟ اللي بزيد فيه الجهد ال VF في المقابل التيار IF دائما باستمرار قيمته صفر، مفهوم كيف؟ طيب هلا متى ما زاد الجهد فوق 3 بال 10 فولت، يعني صار مثلا 4 بال 10 فولت، اوكي؟ بنقول ساعتها انه الالكتريك فيلد لجهد البطاريه يتغلب على البارير بوتنشال للدايود. واضح كيف؟ ساعتها الدايود هون لو كان الجرمانيوم اكيد راح يشتغل قبل السيليكون لانه بيشتغل على جهد التشغيل تبعه اقل من السيليكون، فبيشتغل على جهد اقل. واضح؟ جهد ال 4 بال 10 فولت تغلبت على ال 3 بال 10، الدايود اكيد راح يشتغل في وضعيه انحياز امامي، راح يقدر يمرر تيار كهربائي، هذا التيار الكهربائي حسب ما احنا شايفين هون تحكمه العلاقه الرياضيه هاي. واضح كيف؟ طيب هلا فرق الجهد على اطراف الدايود شو بده يساوي؟ بده يساوي قيمه البارير بوتنشال، لانه هيك الدايود بيكون شكله عباره عن مصدر تغذيه. البارير بوتنشال في حاله السيليكون دايود الجرمانيوم دايود قديش قيمته؟ 3 بال 10 فولت، فاذا باستمرار الازاحه الافقيه من البوزيتيف واي اكسس وهذا الخط الاخضر اللي موجود هون دائما قيمتها ثابته على 3 بال 10 فولت. واضح كيف؟ هلا ذيل السهم هون في قيمة جهد للدايود ورأس في قيمة جهد عفوا للبطارية، ذيل السهم هون قيمة التيار بتكون صفر، وإيش هذه بتصير؟ لما يكون جهد البطارية قيمته 3 بال 10 فولت، هلا رأس السهم لما بوصل قيمة جهد البطارية أعلى شيء قديش عندنا أعلى قيمة هون؟ 10 فولت، واضح كيف؟ وهلا بالنسبة للخط هذا اللي موجود بمثل القيم بين ال 3 بال 10 والقد إيه؟ وال 10 فولت. واضح كيف؟ طيب هلا اذا زدنا هذا في حاله استخدام الجرمانيوم دايود، لو جينا استخدمنا محل الجرمانيوم حطينا السيليكون دايود، السيليكون دايود جهد التشغيل تبعه اعلى بيشتغل على 7 بال 10 فولت، فاذا هذا المنحي الخط اللي ماشي على البوزيتيف اكس اكسس راح يمتد لحد ما يصل قديش؟ راح يضل يزيد من الصفر لحد ما يوصل 7 بال 10 فولت. واضح كيف؟ بضلوا باستمرار التيار على هذا الخط قديش قيمة الفورورد كرنت عليه؟ صفر. واضح كيف؟ طيب هلا إذا زاد جهد البطارية على جهد البارير بوتنشال تبع السيليكون دايود، يعني كان جهد البطارية 8 بال 10 فولت مستخدمين سيليكون دايود، ساعتها بنقدر نقول اه والله انه هون الدايود راح يشتغل في وضعية انحياز أمامي، واضح؟ لأنه جهد البطارية 8 بال 10 فولت تغلبت على 7 بال 10 فولت تبعت السيليكون دايود، مفهوم كيف؟
اوكي، هلا شو اللي راح يصير في الحاله هذه؟ اللي راح يصير انه فرق الجهد على اطراف الدايود هو عباره عن قيمه البارير بوتنشل، قديش قيمتها؟ 7 بالعشرة فولت. واضح كيف؟ فاذا هذا الخط اللي موجود هون، الازاحه الافقيه بين هذا الخط والبوزيتيف واي اكسس، بيمثل قيمه ثابته مقدارها 7 بالعشرة فولت اللي هي عباره عن البارير بوتنشل. هلا ذيل السهم هون قديش قيمة الجهد تبع البطارية؟ 7 بالعشرة فولت. إذا بتزيد جهد البطارية فوق 7 بالعشرة، هون شو اللي راح يصير؟ راح يمر تيار كهربائي، بدليل إنه كل ما نزيد جهد البطارية كل ما بزيد تمرير التيار حسب العلاقة الرياضية اللي شايفينها هون. طيب رأس السهم وين قديش بكون جهد البطارية واصل؟ بكون واصل لحد 10 فولت. واضح كيف؟ قبل ما أكمل، في حد عنده أي سؤال أي استفسار؟ صوتي مسموع، حدا يكتب لي على الشات، بس اهم شيء بديش يكون في تقطيع في الصوت. طيب ممتاز. هلا في حاله الانحياز العكسي شو عملنا؟ بكل بساطه حطينا الكاثود محل الانود زي ما احنا شايفين. هلا الدايود كيف بحب يمر التيار؟ حسب اتجاه السهم الخاص بي، ايش بحب يمر التيار من الانود للكاثود. بس لانه اقطاب البطاريه بتحتم عليك انه التيار بده يعني بحب يمر بالاتجاه المعاكس، فصار هون زي شيء زي الكونفليكت، يعني انه هذا بحب يمرر التيار باتجاه بينما التيار الفعلي بمر بالاتجاه المعاكس. فعشان هيك الدايود هون راح يكون في وضعيه انحياز عكسي. انحياز عكسي شو بنحط محله في التقريب الثاني؟ اوبن سويتش. لما بكون اوبن سويتش قديش قيمه التيار؟ دائما في الدائره المفتوحه بكون قيمه التيار صفر. واضح كيف؟ طيب هلا في المقابل الجهد على اطراف الدايود ما بيساوي صفر، ايش بيساوي عندنا؟ جهد مصدر التغذيه. واضح كيف؟ هذه المقاومه شو بصير فيها؟ بسال حدا من الطلاب، هنا شرحتها هون، بتصير عباره عن شورت سيركت. اوكي؟ هلا كل ما نزيد جهد البطاريه، اوكي، في المقابل فرق الجهد على اطراف الدايود شو بده يصير فيه؟ بده ينخفض عندنا. فاللي شايفينه هذا الخط الاحمر الملاصق للنيجاتيف واي اكس اكسس، هذا الخط الملاصق للنيجاتيف اكس اكسس، بفرجينا انه كل ما نزيد جهد البطاريه ال في ار هون بدها تقل بالسالب. بس في حاجه مهمه هون ملاحظين، انه التيار قيمته صفر بدليل انه الخط ملاصق للبوزيتيف للنيجاتيف اكس اكسس. لو ان التيار له قيم في حاله الريفرس مثلا، يعني بيكون هذا الخط هيك موجود هون طالع بهذا الاتجاه، بس بيكون زايح لتحت. مفهوم كيف؟ بس لانه التيار قيمته صفر، واضح، بده يكون بعيد وبحكي ملاصق للنيجاتيف اكس اكسس. اوكي؟ طيب هذا بخصوص التقريب الثاني. هلا في تقريب ثالث، هذا التقريب الثالث بياخذ بعين الاعتبار كل التغييرات اللي بتصير على الدايود بادق التفاصيل، يسمى الكومبلكس دايود موديل. في حاله الانحياز العكسي ما بنحط فقط البارير بوتنشال تبع الدايود، وانما فعليا في شيء داخل الدايود بسموها الفورورد دايناميك ريزيستنس. الفورورد دايناميك ريزيستنس هاي with a series resistance RD او الفورورد دايناميك ريزيستنس، واضح، بيكونوا محطوطين على التوالي مع بعض. في نقطة ذكرتها قبل شوية بالتقريب الثاني، انه اقطاب البطارية اللي بتخص الدايود، واضح، هذه بتمثل البارير بوتنشال. مهم جدا تعرف دائما وابدا انه البارير بوتنشال هذا اقطابه القطب الموجب على جهة الانود والقطب السالب على جهة الكاثود. مفهوم كيف؟ ليش هذا الحكي بعيد وبحكي؟ عشان يمثل لك انه الدايود مقابل انه مرر التيار الكهربائي في الدائره بده ايش؟ يستهلك او بده ياخذ جهد قيمته حسب البارير بوتنشال. البارير بوتنشال شو اللي بيحددها؟ طبيعه الماده المستخدمه في تصنيع الدايود. اذا كانت سيليكون بتكون البارير بوتنشال 7 بالعشرة، واذا كان مصنوع من الجرمانيوم بتكون البارير بوتنشال تقريبا 3 بالعشرة. واضح كيف؟ طيب في حاله الانحياز العكسي شو اجي احط؟ ما احطها اوبن سويتش، بحط هون شو؟ احط مقاومه، بس هذه المقاومه بسموها
الفيري لارج ريزيستور. اللارج ريزيستور هذا اوكي عشان يوضح لك الغرض من وضع المقاومه هون. حكينا احنا لما شرحنا البي ان جنكشن في حاله الانحياز العكسي بالله يطلعوا لي عليها، خلينا نعيد فيها نقطتين كثير مهمات، خليني اعيد لكم اياهم. في حاله الانحياز العكسي هذه البي ان جنكشن في عندنا، عفوا قبل ما نبلش، فيها ثلاث مناطق. في عندنا منطقه الان تايب، في منطقه الديبليشن ريجن، وفي منطقه البي تايب. اذا جيت اطلعت على الان تايب شو الاغلبيه من التشارج كاريرز؟ الالكترونز، والاقليه الهولز. بينما في المقابل البي تايبس، البي تايب الاغلبيه هون عباره عن الهولز والاقليه عباره عن الالكترونز. واضح كيف؟ لما تكون حاطط اقطاب البطاريه بشكل معاكس لوضعيه الانحياز العكسي، القطب الموجب اللي هون شو راح يعمل؟ راح يخلي الهولز هذه لانه شحنتها برضه موجبه تبتعد عن القطب الموجب وتندفع باتجاه القطب السالب. نفس الشيء الالكترونز راح تبتعد عن القطب السالب اللي موجود على طرف الانود وتندفع باتجاه القطب الموجب اللي موجود على طرف الكاثود. هلا هذه التشارج كاريرز اللي الاقليه الهولز اللي موجوده في الان تايب والالكترونز اللي موجوده في البي تايب تمكنت انها تمر خلال الديود. واضح كيف؟ مرور هذه التشارج كاريرز خلال الديود راح يؤدي لتمرير تيار في حاله الانحياز العكسي قيمته صغيره جدا جدا. لو عندي جهاز قياس اميتر دقيق كثير ما راح يقراها صفر، وانما بتكون قيم 10 قوه سالب 9، قيمه كثير قليله تجاوزا احنا في التقريب الاول، والتقريب الثاني اعتبرناها صفر، بس في التقريب الثالث ما بتقدر تاخذ تعتبرها صفر. بنحطوا ايش هون؟ بحط مقاومه قيمتها عاليه كثير حتى يوضح لك انه هذا التيار راح تكون قيمته كثير قليله، بس في نفس الوقت ما بتكون قيمته صفر. هلا متى بيستخدموا التقريب الثالث؟ في بعض التطبيقات اللي بيهتموا فيها بحاله الريفرس، يعني انه في حاله كل في حاله انه الريفرس كارنت لما بتكون قيمه كثير قليله ما بتساوي صفر بيستخدموا التقريب الثالث. هلا خلينا ناخذ المثال هذا. المثال هذا كل مره بدنا نستبدل الدايود في حاله الانحياز العكسي بالسيركتري اللي موجوده هون اللي هي المقاومه مع مصدر التغذيه زي ما احنا شايفين هون، والمره الثانيه بدنا نحط محلها مقاومه لحالها. واضح كيف؟ شروط الانحياز الامامي صارت واضحه للجميع، انه جهد الانود لما يكون اعلى من جهد الكاثود هي الشرط الاول، وجهد البطاريه لما يكون اعلى من البارير بوتنشال تبع السيليكون دايود 7 بالعشرة اكيد الدايود راح يكون في وضعيه انحياز امامي. على طول استبدل الدايود هذا بالدائره بالكونفيجريشن هاي اللي بتحط مقاومه مع بطاريه بهذا الشكل. هلا هاي المقاومه اسمها الفورورد دايناميك ريزيستنس او السيريز ريزيستر. واضح كيف؟ هون بتساوي تقريبا 20 فولت. هون بتساوي تقريبا 20 اوم، هاي قيمه المقاومه القليله. واضح كيف؟ والبارير بوتنشل هذا لانه عندنا مستخدمين السيليكون قديش بنحطه 7 بالعشرة فولت. هلا اذا بدنا نشوف قيمه التيار اللي مار خلال الديود اوكي بدنا نستعين بجهاز قياس اسمه الاميتر بقرا تيار اسمه اي فورورد، لانه هذا التيار في حاله انحياز، يعني اي تيار واي جهد في وضعيه الانحياز الامامي ايش بنسميهم؟ اي فورورد وفي فورورد. الاي فورورد هذا الاميتر موصل على التوالي. لو بدنا نحسب قيمه التيار اللي بيقراه جهاز الاميتر كيف بنسوي؟ نيجي بنستخدم قانون اوم. شو بيحكي قانون اوم؟ بيحكي قانون انه جهد البطاريه ناقص البارير بوتنشال، ايوه زي ما هو مكتوب هون. واضح؟ ليش؟ لانه الجهدين هذول متعاكسات. حكينا اني المسيطره اني اعلى شيء الفي بي، اني الاقل الاي جي اللي بتساوي 7 بالعشرة. اذا هذه عشانها مسيطره بتاخذ اشاره موجبه، بينما هاي اقطابها معاكسه. لو ترتيبه جاهز سالب موجب سالب موجب بنجمعه الجمع، بس هون دائما وابدا بكون دائما هذا اقطابه لازم تعاكس اقطاب البطاريه. مفهوم كيف؟ فاذا هون هذا بياخذ اشاره موجب الفي بي اوكي، واللي بياخذ اشاره سالبه الاي جي. واضح كيف؟ طيب هلا هون ملاحظ في عندنا مقاومه، هذه المقاومه الداخليه اللي بتخص الدايود قيمتها قليله 20 اوم، بس انا صح انها قليله
بس إيش ما بقدر أستثنيها من حساباتي. إذن في المقام لازم أجمع هذه المقاومة مع الآر، هي الآر دي برايم مع الآر، تجمعهم التنتين مع بعض. واضح كيف؟ لو بدنا نحسب التيار اللي معدي خلال الدايود في وضعية الانحياز الأمامي باستخدام هذا القانون، بإمكاننا نحسبه بكل بساطة. جهد البطارية 5 فولت، البارير بوتنشال هذا في حالة السيليكون قيمته 7 بالعشرة. واضح؟ المقام هون في عنا قيمتين للمقاومات، هاي قيمتها 10 أم وهي قيمتها قديش 20 أم، فبيطلع معنا التيار اللي معدي خلال الديود بيساوي 422 بالألف أم. هذا كفيل إنه يقرأ لك إياه جهاز الأميتر فيما لو وصلت هاي الدائرة في المختبر. واضح كيف؟ هلا بدنا نقرأ فرق الجهد على أطراف الديود. فرق الجهد بيستخدم له دائما جهاز بسموه الفولت ميتر. الفولت ميتر راح يقرأ قيمة الجهد، بس هذا الجهد لأنه في حالة الانحياز الأمامي بيكون اسمه بي اف. واضح كيف؟ شو بده يساوي هذا الجهد؟ بده يساوي، طلع علي، فرق الجهد تبع البطارية زائد فرق الجهد على الاي جي. بسأل الطالب طب الجهدين يا أستاذ بنجمعوا مع بعض؟ أكيد، لأنه أنت بتعرفوا أخذته بالدوائر الكهربائية، لما يكون اتجاه اندفاع التيار في الدائرة هون من اليسار لليمين، الأقطاب على المقاومة هاي شو بده تساوي؟ بده يكون القطب الموجب هون والسالب هون. إذا ترتيب الجهود، ترتيب الأقطاب عندي موجب سالب موجب سالب، أي إنه الجهدين هذول جهد المقاومة مع جهد مصدر التغذية داخل الدايود بنجمعوا الاثنين مع بعض. اوكي، جهد اي مقاومه شو بيمثل؟ قانون اوم سهل جدا، بساوي التيار اللي معدي اي اف مضروب في الار دي برايم ايو. واضح كيف؟ زائد البارير بوتنشال او الديبليشن ريجن، الفولتج تبعت الديبليشن ريجن. واضح؟ هي عندنا الفي اف هون بتساوي اي اف في الار دي برايم زائد الاي جي. هلا اذا بدنا نحسب الفي اف للدائره تبعتنا هون، بنشوف انها بتساوي قديش الاي اف حسبته اوريدي 422 بالالف امب ضرب قديش الار دي برايم، معطيني اياها السؤال بالمثال هذا عفوا 0.2 زائد الاي جي قديش بتساوي 7 بالعشرة، فبيطلع الجهد الكلي قيمته قديش 784 بالالف فولت. واضح؟ هذه الدايت في حاله الانحياز الامامي. هلا لما يكون عكسنا اقطاب الديود حطينا الانود محل الكاثود، هيك راح يشتغل في وضعيه انحياز عكسي، بنفكه وبنحط محله المقاوم الكبير كثير. هذا المقاوم الكبير يعني كانه المقاوم الداخليه هاي هي عشان قيمتها عاليه كثير راح تسمح بتمرير تيار مش صفر وانما قيمته قليله جدا. هذه المقاومه ايش مالها؟ بتساوي مثلا قيم عالية جدا، فأنا هون حاطط لك إياه 10 ميجا أم، مفهوم كيف؟ طيب الدائرة هاي لو أول إشي التيار اللي معدي خلال، لو بدنا نحسب التيار هون بدنا نشوف قديش بيطلع معنا قيمته قليلة، شو بدي يساوي حسب قانون أم؟ بدي يساوي جهد البطارية حد الجهد الوحيد مقسوم على المقاومتين الآر آر برايم زائد الآر، مفهوم كيف؟ هي فبيطلع التيار هون قيمته جدا قليله، ما طلعت قديش جوابها. واضح؟ طيب فرق الجهد على اطراف الديود اوكي بنسميه في ار، لانه الديود بيشتغل في وضعيه انحياز عكسي. واضح؟ هون في الدائره تبعتنا اوكي، والتيار اللي معدي خلال الديود صح انه قيمته كثير قليله، برضه ايش بنسميه اي ار. يعني الجهد والتيار بعيد بحكي في حالة الانحياز العكسي دائما نعطيهم حرف R حتى نقدر نميزهم عن الفورورد، دائما هدول بياخذوا اشارات سوالب، مفهوم كيف؟ طيب ال VR هاي لما نيجي نشوف احنا المقاومة ال RR برايم اللي قيمتها قديش 10 ميجا اوم. واضح؟ وهاي المقاومة قيمتها قليلة جدا بالنسبة لل 10 ميجا، قيمتها فقط 10 اوم. هلا بده الجهد يتوزع على المقاومتين، كل واحدة بتعمل شير او يعني بتاخذ حصة من الجهد اللي خاص بجهد البطارية حسب قيمة المقاومة تبعتها. واضح كيف؟ لأنه هاي المقاومة قيمتها اعلى بكثير كثير كثير من 10 اوم. واضح كيف؟ إذا حصتها من جهد البطارية راح تكون جدا عالية، يعني مش راح ياخذ هذا قيمة جهد، راح تكون قيمة الجهد اللي عليه مقارنة بهذا قليلة جدا تقول إلى الصفر، أي إنه جهد البطارية وين كله تجمع؟ على أقطاب المقاومة الـ RR برايم، المقاومة الداخلية تبعت الديود، مفهوم كيف؟ هذه المقاومة الداخلية قيمتها عالية جدا،
فهون تقريبا الفي ار او فرق الجهد اللي بيقراه الجهاز الفولت ميتر على اطراف الديود شو بده يساوي تقريبا؟ بده يساوي جهد البطاريه، بس لانه هون الجهد هذا في حاله الريفرس بنعطيه دائما اشاره سالبه. مفهوم كيف؟ بدنا نفهم هلا بدنا نعرف كيف الكاركترستيك كيرف للدايود سواء كان جرمانيوم او سيليكون في التقريب الثالث. هلا الملاحظ هون انه السهمين هذول السهم اللي بيمثل العلاقه بين الجهد والتيار في حاله الانحياز الامامي واضح للجرمانيوم والسيليكون فيهم ميلان، بينما في التقريب الثاني تعال نطلع هون ما في عندي هون ميلان منهم. تعال شو السبب؟ اول شيء احنا بدنا نحلل الرسم السهمين هدول في وضعيه الانحياز الامامي. في حاله الدائره الوحيده اللي بدنا نقدر نستعين فيها من الدائرتين هدول هي هاي الدائره اللي انا بتمثل الدايود في وضعيه الانحياز الامامي. اللي بدنا نعمله اول شيء بدنا نزيد الجهد 100 خطوه لحد ما نوصله، نبلش فيه من الصفر لنوصله ال 10 فولت، يعني كل مره لتقسم 10 تقسيم 100، يعني كل مره انت مضطر تزيد 0.1 فولت. اول مره لما بكون الجهد حكينا في التقريب الثاني قيمته صفر، اوكي، الدايود ما راح يشتغل معنا، بكون في وضعيه الاوف ستيت، التيار راح يكون قيمته صفر وفرق الجهد اللي عليه بده تساوي جهد البطاريه، اذا هون التيار صفر والجهد صفر، اذا هون بلشنا من الاوريجن. ارفع الجهد شويه فوق الواحد بالعشره، عفوا ارفعه لواحد بالعشره فولت او 0.1 فولت. هلا لسه ال 0.1 فولت ايش مالها؟ اقل من البارير بوتنشال للسيليكون وللجرمانيوم. ماشي هيك لانها كانت قليله الدايود ما راح يشتغل معي. مفهوم كيف؟ التيار راح تضل قيمته صفر، بس فرق الجهد على اطراف الدايود. في حدا كتب لي سؤال؟ دكتور المحاضرة مراجعة اسمه هذه شرحتها أنا أوريدي ما هو شو اللي صار التسجيل مش عارف أنا صار تسجيل اللقاء اللي فات ضرب الملف ما عرفش أضبط فيه شيء عشان هيك قلت فيه بعرفش قلت أرجع لورا شوية وشغل إن شاء الله بركي يزبط هذا التسجيل عشان أرفع لكم إياه عرفتوا كيف؟ هذا مهم كثير نفهمه. خلينا ارجع للمثال هذا اللي موجود هون. هلا رفعنا الجهد لبوينت 1 فولت، البوينت 1 فولت هاي تبع جهد البطاريه لسه ما قدرت تتغلب على البارير بوتنشلز سواء كان سيليكون او جرمانيوم دايود. اوكي، التيار راح يضل قيمته صفر لانه الدايود ما اشتغل عندي، ما اشتغل في حاله الانحياز الامامي، بس فرق الجهد اللي ظاهر على اطراف الدايود راح يساوي جهد البطاريه، اذا انتقلنا من النقطه هاي للنقطه هاي. لهون يعني تحركنا هيك. طيب ارفعه من هلا من الصفر مرورا بالبوينت 1 بوينت 2 لحد ما وصلنا البوينت 3 فولت. لما وصلنا البوينت 3 فولت لسه المشكله انه جهد البطاريه ما تغلب على الجهود تبعت الدايودات. اوكي بنضلنا نتحرك وين احنا؟ نتحرك على البوزيتيف اكس اكسس. بنصير من الصفر بلشنا من هون لحد ما وصلنا 3 بالعشره هون. فالملاحظ في هذا الخط مراعي نقطة مهمة انه التيار على هذا الخط دائما قيمته صفر بدليل انه الدايود لسه ما اشتغل معنا، واضح كيف؟ بس الجهد هون قديش بده يساوي؟ بزيد جهد الدايود حسب جهد مصدر التغذية. هلا متى ما رفعنا جهد مصدر التغذية فوق الثلاثة بالعشرة يعني صار مثلا أربعة بالعشرة أو أربعة بالعشرة فولت، هلا أول دايود راح يقدر يشتغل معنا الجرمانيوم دايود لانه جهد التشغيل تبعه اقل من السيليكون. مفهوم؟ اول واحد راح يستجيب الجرمانيوم، فالسهم راح يطلع بهذا هيك النقطه بتكون افكتفلي موجوده هون، هون النقطه واضح. ارفع الجهد ل 5 بالعشرة فولت راح تكون النقطه هون، 6 بالعشرة جهد البطاريه النقطه هون، 7 بالعشرة هون، زيد لحد جهد البطاريه لحد ما يوصل ال 10 فولت بنكون واصلين راس السهم. مفهوم كيف؟ هلا التساؤل عند الطالب بقول يا استاذي انا واضح بالنسبه لي لما كل مره بنزيد جهد البطاريه حسب العلاقه الرياضيه هون الاي اف بتزيد. اوكي طيب هلا زياده الاي اف راح يسحبها زياده في الفي اف كمان الفورورد فولتج دروب على اطراف الدايود. ليش؟ لانه لما تيجي تشوف قانون الفورورد فولتج دروب على اطراف الدايود شو بحكي؟ حكينا اشتقنا قبل شوي بتساوي اي اف في الار دي برايم زائد الاي جي زائد البارير بوتنشال. طيب احنا الفي بي لما نزيدها راح تؤدي لزياده التيار، هي
حسب وضح لك اياه بثبت لك اياه العلاقه الرياضيه اللي موجوده هون. طيب زياده الفيلد الفورورد كرنت راح تؤدي لزياده الفورورد فولتج دروب، اي انه اي زياده في قيمه جهد البطاريه راح يسحبها زياده في الفورورد كرنت وزياده في الفورورد فولتج دروب، هذول الاثنين راح يزيدوا معنا. فاذا هذا زاد وهذا زاد كيف بيطلع معي الخط؟ بيطلع في ميلان، واضح كيف؟ الميلان هذا شو بيحدده؟ قيمه المقاومه اللي موجوده هون. اوكي؟ طيب هلا احنا بدلنا حطينا محل الجرمانيوم دايود ركبنا محله السيليكون دايود. السيليكون دايود ما بيشتغل الا اذا كان جهد البطاريه من 7 بالـ10 فوق. احنا افكتفلي رجعنا نزيد جهد البطاريه من الصفر لحد ما وصلنا 7 بالـ10. في كل الاحوال التيار راح يضل قيمته صفر، بس جهد على اطراف الدايود راح يساوي دائما جهد البطاريه. فاذا الخط راح يطلع معي ببلش من الاوريجن عند الزيرو فولتج وبضل كل مره نزيد الجهد يمشي وين؟ باتجاه البوزيتيف اكس اكسس لحد ما يوصل النقطه هون. قديش الجهد عند النقطه هاي؟ جهد البطاريه يساوي 7 بالـ10 فولت، مفهوم كيف؟ هلا اذا زادت البطاريه عن 7 بالـ10 السهم كيف راح يصير فيه فول ترانزيشن؟ راح بدل الحركه تنتقل نضيها راح يصير راح نطلع لفوق. فهون مثلا بيكون جهد البطاريه 8 بالـ10 9 بالـ10 1 فولت 2 فولت 3 فولت لحد بنضلنا نزيد في جهد البطاريه لحد ما نوصل ال 10 فولت. عند ال 10 فولت وين بنكون واصلين؟ راس السهم، واضح كيف؟ بعيد وبحكي اي زياده سواء استخدمنا سيليكون دايود او جرمانيوم دايود اي زياده في جهد البطاريه راح يسحبها زياده في الفيلد في الفورورد كرنت بالاضافه لزياده في الفورورد فولتج او الفورورد فولتج دروب. وشو اللي بيثبت هذا الحكي؟ العلاقتين الرياضيات اللي كاتب لك اياهم انا. واضح؟ هلا في التقريب الثالث في حاله الانحياز العكسي حاطوا سهم ملاصق للنيجاتيف اكس اكسس. واضح؟ هذا بفرجيك انه التيار هون قيمته تؤول الى الصفر وليس الصفر، يعني بده يكون هذا السهم هو بالفعل لو بدك هذه بظبطها هو بكون زايح لتحت شويه عشان الاي ار ما بتكون قيمتها صفر، بتكون كثير كثير قيمتها قليله، مفهوم كيف؟ هذه راح اعدلها الرسمه. طيب هلا احنا بسال الطالب طب يا استاذي انت لما استخدمت الدايود في الدوائر الكهربائيه لجأت للتقريبات مره التقريب الاول والثاني في اخذنا التقريب الثالث، طب شو العلاقه الفعليه اللي بتربط بين الجهد والتيار؟ مرة في حالة الانحياز الأمامي والمرة الثانية في حالة الانحياز العكسي. العلاقة الفعلية اللي بتربط بينهم موضحة في عنوان بسموه الريال أو الكمبليت فولتج كرنت بيهيفير للبي إن جنكشن أو سيمي كوندكتر دايود. هلا قبل ما أكمل في نقطة كثير مهمة بدنا نتفق على شغلة، لما نحكي بي إن جنكشن أو نحكي سيمي كوندكتر دايود نفس الشيء، يعني كأنه وجهين لعملة واحدة، مفهوم كيف؟ طيب العلاقة الرياضية اللي بتمثل هذه طبعا العلاقة عفوا بعيد وبحكي بين الجهد والتيار سواء كان في الانحياز الأمامي أو في الانحياز العكسي للديود موضحة في رسمة وباستخدام علاقة رياضية. الرسمة هاي بتفرجيني في حالة الانحياز الأمامي المنحنى اللي طالع معي هون تقريبا مشابه لوضعية ايش؟ التقريب الثالث، مشابه لوضعية التقريب الثالث. بينما في الانحياز العكسي لا قدر التقريب الأول ولا الثاني ولا الثالث يطابق الوضعية اللي موجودة هون. واضح؟ فعشان هيك هذا بنيجي بنحط شيء العلاقة الفعلية اللي بتربط بين الجهد والتيار دائما بيكون هيك شكلها. العلاقة الرياضية اللي بتحكم التيار والجهد في حالة الانحياز الأمامي والعكسي شو بتحكي؟ اي دي بتساوي الاي اس مضروبة في الاكسبوننشال الكي في دي على تي كي ناقص واحد. الاي دي هي عبارة عن الدايود كرنت. اوكي؟ الاي اس هو عبارة عن التيار التسريبي اللي بيسمح الدايود في تمريره في حالة الانحياز العكسي. لاحظ قديش في السيليكون دايود قيمة التيار جدا قليلة، 1 10 قوة سالب 10 قوة سالب 12، قيم جدا قليلة. تجاوزا احنا اخذناها في التقريب الاول والتقريب الثاني اوبن سويتش، يعني اعتبرناها قيمتها صفر، بينما في التقريب الثالث ما قدرنا ناخذها صفر وانما ايش اللي بناخذها زي ما بتطلع معنا هون. فحتى نطلع قيمة التيار قليلة حكينا في حالة الريفرس بنحط ايش؟ فقط مقاومة قيمتها جدا عالية.
واضح كيف؟ طيب هلا الجرمانيوم دايود ايش مشكلته؟ الجرمانيوم دايود بيسمح بتمرير تيار اعلى باضعاف اضعاف التيار اللي موجود في السيليكون دايود، طبعا هذا في حاله الانحياز العكسي. لو جينا سالنا حدا منكم انو افضل نستخدم السيليكون دايود ولا الجرمانيوم دايود؟ اكيد السيليكون افضل. ليش؟ لانه كل ما كان التيار التسريبي في حاله الانحياز العكسي اقل، كل ما بكون اداء الدائره احسن. مفهوم كيف؟ بينما اذا استخدمت الجرمانيوم راح يسمح بتمرير تيار تسريبي عالي. مفهوم كيف؟ طيب هذا التيار التسريبي اسمه الريفرس ساتوريشن ترن، الريفرس في حاله انحياز عكسي. اوكي الاي الكي هذا عباره عن كونستنت بيساوي 11600، ميو هاي بتكون حسب نوع الدايد المستخدمه في المثال او السؤال تبعك. اذا كان سيليكون دايود بتكون الميو قيمتها 1، واذا كان جرمانيوم دايود بتكون الميو قيمتها 2. فاذا الكونستنت بيعتمد على قيمه الميو لان الميو موجوده في المقام. واضح كيف؟ بالنسبه للتمبريتشر دائما في القانون هون لازم تكون بالكلفن وليس بالسلسيوس. اذا كانت التمبريتشر كلفن اذا كان عفوا معطيك انا التمبريتشر بالسلسيوس، شو بدك تضطر تعمل؟ تستعين في العلاقه الرياضيه اللي موجوده هون، بتجمع مع التي سي، بتجمعها يعني التمبريتشر بالسلسيوس بتجمع معها 273، هيك تحولت للكلفن. مفهوم كيف؟ شو ضل شيء عندنا كمان؟ الفي دي ايش بيمثل؟ الدايود فولتج. واضح؟ خلينا نشوف المثال اللي موجود امامنا هون. هذا بيوضح هذا بيشرح لك كيف الدايود بيكون في حاله الانحياز العكسي. حكينا انه تمرير مرور او اندفاع الالكترونز كاقليه في البي تايب لما تكون مندفعه من القطب السالب للقطب الموجب، واندفاع الهولز في المقابل من القطب مبتعدة عن القطب الموجب مندفعة باتجاه القطب السالب، راح يؤدي لتمرير تيار. بس لأنه هدول عددهم قليل أو أقلية، يعني الإلكترونز الإلكترونز اللي هون والهولز اللي هون، راح يكون التيار يكون جدا قليل زي ما شفناه هون، فبسموه هذا التيار اسمه reverse saturation current. طيب شوف المثال هذا، هذا المثال لمستخدمين هون جرمانيوم دايود مش سيليكون دايود. الجرمانيوم دايود ميو طبعا قيمته بتساوي 2، في عده معطيات، حكي انه الفولتج دروب او الفورورد فولتج دروب على اطراف هذا الدايود قيمته 0.22 فولت عند ايش؟ درجه حراره 25 درجه مئويه، وكان التيار التسريبي اللي مر خلال الدايود في حاله الانحياز العكسي قديش بيساوي؟ 148 مايكرو ام. مفهوم كيف؟ هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نلجا لاستخدام العلاقة الرياضية اللي موجودة هون. هلا ديروا بالكم في حاجة في الريال هون، في الريال موديل تبع الدايود العلاقة الرياضية مش يعني هذا الحالة اللي موجودة أمامنا هون، هذه الحالة الفعلية اللي بتربط بين الجهود والتيارات في حالة الانحياز الأمامي والعكسي، بتتأثر ببرامترز كثيرة، يعني بتتأثر بأشياء كثيرة، بتأثر عليها بأثر عليها درجة الحرارة، بأثر عليها شو نوع الدايود المستخدم، بأثر عليها الـ VD، كل هذا محطوط في الريال أو الكمبليت دايود موديل. بينما في التقريبات، التقريب الأول والتقريب الثاني يعني بتكون حاجات موجودة بس إحنا بنقدر نخط الطرف عنها، نقدر نتجاوزها. مفهوم كيف؟ بس في بعض التطبيقات يحتم عليك تلجأ لاستخدام الريال دايود موديل اللي موجود عندنا هون، خصوصا إذا كان السؤال معطيك درجة حرارة. يعني ما بدي أشوف واحد منكم بيجي بحل هذا السؤال، هذا المثال باستخدام مثلا التقريب الاول او الثاني او الثالث، متى ما اعطانا في درجه حراره بتعرف انه ايش؟ الجهود والتيارات تبعت الدايود بتخضع لتاثير درجه الحراره، والقانون الوحيد اللي بيعطيك وصف لخضوع التيارات والجهود لدرجه الحراره في الدايود هذه العلاقه الرياضيه اللي موجوده هون. مفهوم كيف؟ فاذا اول شيء احنا هاي اللي بنحط العلاقه وبنجي بنشوف شو بدنا نعمل، بدنا نعمل التحويلات. التمبريتشر لما بتكون بالسلسيوس 25 درجة مئوية أنا مضطر أحولها هون للكلفن. حسب المعادلة الرياضية هون 25 بتجمع لها 273 درجة، فبيطلع معنا المجموع الحرارة المجموع التمبريتشر بالكلفن 298. هي هذه جهاز معها. الـ VD معطيني إياها السؤال قيمتها 0.22 أو 22% فولت. أوكي؟ الـ K هاي بتمثل الكونستنت قديش بتساوي 11600 على ميو.
كيف تطلع قد ايه 5800. هلا بنعوض الارقام كلها في المعادله، لما نعوض الارقام كلها في المعادله هذا المقدار كله بروح تضرب، يعني 5800 ضرب 22% تقسيم 298، هذا بتحطه في الاكسبوننشال تطرح منه واحد، فبيطلع معنا هون رقم شوي كبير. لما نضربه بال 148 ضرب 10 هو سالب 6، شو بيطلع معنا هون؟ بيطلع التيار اللي بيسمح الدايب في تمريره في وضعيه انحياز امامي. هلا بقول الطالب طب يا استاذي انا شايف اي دي وشايف في دي، انا بعرف اذا كان الدايب في وضعيه انحياز امامي اذا كان التيار والجهد في اف واي اف، صح؟ من فورورد بايس مود. ليش كيف بدي اميز هلا انه كيف انت استنتجت انه هذا التيار في وضعيه انحياز امامي؟ في ممكن تتوصل لها طريقتين. الطريقة الأولى إذا كان جهد الدايود هون 22% فولت قيمته موجبة أصلا، إذا كان في دي معطيك إياها قيمته قيمة موجبة، واضح؟ وأنت حسبت هون طلع معك قيمة التيار موجبة، هيك بتجزم تماما أن التيار والجهد بكونوا في حالة الانحياز الأمامي. كيف بتمثلها؟ ترسم الدايود بهذا الشكل، هي زي ما انت شايف الدايود هيك، الكل متفق معي انه هو موجود في وضعيه انحياز امامي. الاي دي هي عباره عن التيار اللي مر خلال الدايود في حاله الفورورد بايس مود، والفي دي هو عباره عن فرق الجهد اللي متكون على اطراف الدايود في حاله الفورورد بايس مود. مفهوم كيف؟ طيب هلا في مثال ثاني هون معطيني قيمه الفي دي بالسالب. السالب هاي بتخص ايش؟ الريفرس بايس. اذا مش كاتب لك مش حاكي لك اياها سؤال، ممكنك انت من الاشارات تبعت الفي دي والاي دي تتوصل لوضعيه تشغيل الدايود اذا كانت ايش؟ فورورد او ريفرس. مفهوم كيف؟ طيب هلا هون الفي دي بتساوي قيمتها سالب 1 فولت، سالب 1.7 فولت عند تمبريتر قيمتها 86 درجه مئويه. اوكي، الريفرس ساتوريشن كرنت او التيار التسريبي 165 مايكرو ام، ميو طبعا لانه الدايود اللي مستخدمينه هون جرمانيوم بتكون قيمتها 2. كيف عرفنا هي المعطيات هون موضح لك اياها؟ طيب شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا نيجي نستعين في العلاقه الرياضيه هاي، العلاقه الرياضيه هاي بعيد وبحكي بتعطيني وصف للعلاقه بين الجهد والتيار للدايود سواء كان في حاله الانحياز الامامي او الانحياز العكسي، وبتتاثر باشياء كثيره. اول بتتاثر بدرجه الحراره، تتأثر بجهد الدايود، تتأثر بنوع الدايود المستخدم سواء كان جرمانيوم أو سيليكون، وكذلك تتأثر بالتيار التسريبي اللي موجود اللي بخص الدايود. أوكي؟ طيب هلا هون بدنا نحول التمبريتشر من سلسيوس لكلفن، بنجمع 273 مع 86 بيطلع المجموع 359 تمبريتشر هذه كلفن. مفهوم كيف؟ هي موجودة في المقام. طيب الخطوة الثانية الفي دي معطيني اياها سالب 1.7 فولت، هي هون. طيب الكي هذه الكونستنت قديش بتساوي؟ 5800. بنعوض الارقام كلياتها في معادلة الدايود، معادلة تيار الدايود. اوكي، اللي راح نلاحظه هون انه التيار اللي راح يطلع معنا ما راح يعني لا يقل ولا يزيد بشكل كبير كثير عن قديش الريفرس ساتوريشن كرنت، اي التيار التسريبي في حالة الانحياز العكسي. فاللي بنلاحظه هون لما كان جهد الدايود قيمته سالبة، شوف شو طلع معنا التيار قيمته سالبة، بدليل انه هذا التيار، بدليل انه هذا الجهد في حالة انحياز عكسي وهذا التيار في حالة انحياز عكسي. فهلا كيف حتى نفهم بالضبط كيف نرسم الدايود مع الدائرة الكهربائية؟ بنحط الأقطاب بهذا الشكل، هي الاي دي هيك الشكل اتجاه اندفاعها، بنحط اشارة سالبة عشان نبين انه هذا في حالة انحياز عكسي، ماشي الاشارة السالبة عشان تفرجيك انه ماشي التيار من الكاثود للانود. اذا ماشي التيار بالعكس من الانود للكاثود في حالة الانحياز الامامي زي ما احنا شايفين هون، يكون التيار اشارة موجبة. مفهوم كيف؟ طيب والفي دي هو عبارة عن فرق الجهد على اطراف الدايود. مفهوم كيف؟ مش البطارية الدايود. طيب هلا في عندنا هون في ملاحظة توضيح بسيط كاتب لك، احنا بنعرف اتفقنا الكل متفق معنا انه الفورورد كرنت لو بده يعدي ولا بد في دائره الدايود، كيف دائما من اي جهه لاي جهه بمشي؟ من طرف الانود لطرف الكاثود، بكون التيار ماشي مع اتجاه سهم الدايود. مفهوم كيف؟ طيب هلا في حاله الفورورد شو بكون الاي دي، موجب ولا سالب؟ بتكون الاي دي قيمه موجبه. مفهوم كيف؟ هلا اذا كان الدايود موصول في وضعيه انحياز عكسي زي ما احنا شايفين هون،
كيف التيار بيعدي من طرف الكاثود لطرف الانود، اوكي، عشان انه ماشي بعكس هذه الحاله بنعطيه اشاره سالبه. هذا التيار اسمه اي ريفرس او بنسميه ناقص الاي دي. اوكي، في حدا عنده اي سؤال اي استفسار لهلا؟ واضح هذا الحكي؟ حدا يحكي لي اذا الصوت واضح، هذا الحكي الامور تمام لهون؟ في حدا عنده اي سؤال اي استفسار قبل ما ننتقل للموضوع اللي بعده؟ طيب ممتاز، فاهمين هذا اللي بشرحه؟ فاهمينه منيح؟ في لهلا حدا عنده مواجه صعوبه او في نقطه معينه ما استوعبهاش منيح قبل ما ننتقل للموضوع اللي بعده بتحبوا اعيد لكم اياها؟ حدا يكتب لي على الكات، فيش اي مشكله، لانه هاي اساسيات مهم جدا نكون فاهمينها قبل ما ننتقل للمواضيع اللي بعدها. واضح يا جماعه؟ طيب هون بدنا نشوف تاثير اوكي، راح نشوف هون تاثير التمبريتشر على السيمي كوندكتور دايود. طيب ممتاز، هلا تاثير التمبريتشر على السيمي كوندكتور دايود، دائما الدايود هلا اذا جيت حطيته في دائره كهربائيه زي الدائره اللي موجوده هون او الدائره اللي موجوده هون، وصرت انت مثلا ترفع درجه الحراره او تخفض درجه الحراره، بتسال الطالب هل زيادة أو رفع خفض درجة الحرارة بتأثر على التيارات والجهود تبعت الدايود؟ أكيد بتأثر، بدليل أبسط دليل على هذا الحكي المعادلة الرياضية اللي موجودة، الصيغة الرياضية اللي موجودة أمامنا هون. شايف؟ أي زيادة أو أي انخفاض في درجة الحرارة راح يكون لها تأثير مباشر على تيار الدايود، وكذلك راح تأثر على جهد الدايود، مفهوم كيف؟ بغض النظر سواء كان الدايود في وضعية انحياز أمامي او وضعيه انحياز عكسي. هلا بدي هون بوضح لك بالضبط شو تاثير زياده درجه الحراره على التيار التسريبي. بدنا نشوف تاثير زياده درجه الحراره على التيار التسريبي وعلى ايش الفورورد فولتج دروب الفي دي تبعت الدايت. هون بحكي، خلينا نقرا شو مكتوب بالله. The temperature has a following effect on the diode. اوكي، هون بحكي انه الريفرس ساتوريشن كرنت او التيار التسريبي بزيد كل ما بزيد ارتفاع درجه الحراره. يعني كيف؟ مثلا خليني اوضح لكم اياها حسب الدائره هاي. هذا التيار التسريبي اللي مار في الدايود، اللي مار خلال الدايود، شو مالها القيمه تبعته؟ جدا قليله، 165 مايكرو امب، مفهوم كيف؟ هذه ال 165 مايكرو امب اذا رفعنا درجه الحراره للدائره هاي، اوكي، شو بده يصير في التيار التسريبي هذا؟ راح يزيد. فشو بده يصير مثلا؟ بصير 200 مايكرو امب او 300 مايكرو امب، يعني في علاقه تناسب طردي بين درجه الحراره وبين التيار التسريبي هذا. مفهوم كيف؟ كل ما بنزيد درجه الحراره كل ما بزيد التيار التسريبي او الريفرس ساتوريشن كرنت. مفهوم كيف؟ شو بحكي هون؟ بقول انه اللي شافوه العلماء لما اجوا عملوا تجربه بسيطه شافوا انه كل ما بتزيد درجه الحراره 10 درجات مئويه التيار التسريبي بتضاعف. يعني فلنفرض، خلينا نشوف نرجع للدائره هاي، انه مثلا كانت درجه الحراره 20 25 درجه مئويه اللي هي درجه حراره الغرفه، كان التيار التسريبي هون شو ماله؟ 165 مايكرو امب، مفهوم كيف؟ طيب هلا رفعنا درجه الحراره 10 درجات اضافيه على حراره الغرفه، صارت قديش هون درجة حرارة الدائرة؟ 35 درجة مئوية. هلا لما رفعنا درجة الحرارة 10 درجات شو بصير في التيار التسريبي؟ راح يتضاعف معنا، يعني بتصير قيمة ال 165 ضرب 2. واضح كيف؟ طيب العلاقة الرياضية هاي بتربط بين التيار سابقا ولاحقا، قبل ما رفعنا درجة الحرارة وبعد ما رفعنا درجة الحرارة، وهون معطيك الحرارتين قبل وبعد. مفهوم كيف؟ IS2 اللي هو الريفرس ساتوريشن كرنت عند هذا لاحقا بعد ما غيرنا درجه الحراره، اوكي، والاي اس 1 هي عباره عن الريفرس ساتوريشن كرنت هذا سابقا. هلا هذا المثال بعطيك يعني بيوضح لنا بالضبط كيف نستخدم الصيغه الرياضيه هي. تعال نشوفه، كثير كثير سهل. بقول انه التيار التسريبي للديود كان قيمته 76 نانو ام. نانو الكل فيكم بيعرف في 10 قوه سالب 9، اوكي، عند درجة حرارة 27 درجة مئوية.
هلا بقول احسب قديش التيار التسريبي الجديد لما رفعنا درجة الحرارة من 27 لقديش وصلناها ل 82 ولا شيء. كل القيم بعوضها، يعني في راح يصفي عندي مجهول واحد اللي هو اي اس 2، دائما مجهول واحد بده معادلة واحدة، هي هذه المعادلة تعال تنعوض. هلا التغير في درجة الحرارة تي 2 ناقص تي 1 بتقول 82 ناقص 27 قديش بيطلع؟ 55 درجة مئوية، بعوضها هون، واضح؟ اي اس 1 هي 55 مقسومة على 10 ضرب حكينا انه 76 نانو امب هي عبارة عن 76 ضرب 10 قوة سالب 9، اضرب القيمتين في بعض، شوف قديش التيار زاد، كان طلع قديش زاد كثير التيار صح؟ من 76 نانو امب لقديش 3.439 مايكرو امب، واضح كيف؟ فبعيد وبحكي زيادة درجة الحرارة دائما تصحبها زيادة في التيار التسريبي، اوكي؟ طيب هلا الحالة الثانية هون شو برضه بتأثر درجة، على ايش كمان بتأثر درجة الحرارة؟ مش فقط كمان مش فقط بتأثر على التيار التسريبي، بتأثر على شغلة ثانية كمان، ايش بسموها؟ الفورورد فولتج دروب، او في اسم ثاني في بعض الكتب بسموه الكت اند فولتج، انا حطيت لك اياه بين اقواس. اللي بيصير انه decreases as the temperature increases، هون شو بحكي؟ لو جينا على حالة الانحياز الأمامي، قديش كان الفورورد فولتج دروب هاي للدايود في حالة الانحياز الأمامي؟ 22% فولت. هلا لو هاي الدائرة رفعنا درجة الحرارة تبعتها، احنا فهمنا بالضبط شو تأثير الحرارة على التيار. طيب هل بتأثر الحرارة على الـ VD؟ أكيد بتأثر عليها، بتقول إنه كل ما بتزيد درجة الحرارة الـ VD هون راح تقل معي، مفهوم كيف؟ العلاقة بين الـ VD أو الـ VF الفورورد فولتج دروب في حالة الانحياز الأمامي ودرجة الحرارة علاقة عكسية. تعالوا نشوف هون. عكسية ولا طردية دكتور؟ هون بحكي أي انخفاض بتكون هذه بتقل بنخفض كل ما يعني بمقدار 1 ملي فولت، كل ما نرفع درجة الحرارة درجة مئوية واحدة. هاي بظبطها، هاي بتقل يعني كل ما نرفع درجة الحرارة درجة مئوية واحدة، واضح كيف؟ تنخفض قيمة الجهد مقدار 1 ملي، لا مش 1 ملي فولت، بكون معطيك إياه في شيء صيغة بسموها الكوفيشنت. هلا في السيليكون دايود بتكون هاي الكوفيشنت شو يعني؟ طلع كيف؟ هذه بتكون بفرجيك إنه الـ VF بتنخفض بمقدار ناقص 2.3 ملي فولت كل ما نرفع درجة الحرارة درجة مئوية واحدة. بينما في الجرمانيوم دايود بقول انه الفورورد فولتج دروب الـ VF1 تنخفض بمقدار 2.12 ملي فولت كل ما نرفع درجة الحرارة درجة مئوية واحدة. هلا في حسب العلاقة الرياضية هون بفرجيك شو تأثير درجة الحرارة على VF على كيف تأثير درجة الحرارة على الـ VF. هلا VF2 هي عبارة عن الفورورد فولتج دروب لاحقا بعد ما غيرنا درجة الحرارة، و VF1 هي عبارة عن الفورورد فولتج دروب سابقا قبل ما ايش نغير درجة الحرارة، مفهوم كيف؟ تي 2 هي التمبريتشر بعد ما غيرنا، وتي 1 هي عبارة عن التمبريتشر قبل ما قبل ما نزيد تي 2. الكوفيشنت هاي بكون معطيك اياها المثال. خلينا نشوف هذا المثال كثير سهل، تطبيق مباشر على القانون. طلع بقول انه سيليكون دايود هاز فورورد فولتج دروب، معطيك الفورورد فولتج دروب على السيليكون دايود 7 بالعشرة، هاي شو بدها تمثل؟ VF1 لأنه لسه ما غيرنا ما زدنا درجة الحرارة ولا قللناها. طيب VF1 قديش قيمتها؟ 7 بالعشرة فولت. طيب هذه التمبريتشر عند 27 درجة مئوية، شو بدها تكون؟ تي 1 VF1 تي 1 هي معطيني إياهم هون. هلا بده سؤال قايل لك احسب قديش الفورورد فولتج دروب الجديدة، اوكي، بعد ما غيرنا درجة الحرارة من 27 درجة مئوية وصلناها ل 77، مفهوم كيف؟ طيب الكوفيشنت مش قال لي هيو الكوفيشنت تبع السيليكون. لو في مثال انا بدي اجيب لك اياه في امتحان وفي كويز او في هوم ورك بعطيك اياه الكوفيشنت، اوكي؟ بتيجي بتستخدم القانون هذا VF2 بتساوي VF1 زائد T2 ناقص T1 مضروب في الكوفيشنت.
هلا تي 2 هي عباره عن التمبريتشر لاحقا، التغيير اللي صار على التمبريتشر 77. سابقا قديش كانت؟ 27 درجه مئويه. بتروح الاثنين من بعض. الكوفيشنت احنا شو مستخدمين هون، سيليكون ولا جرمانيوم؟ تعال نشوف. ايوه سيليكون دايود. قديش الكوفيشنت للسيليكون؟ ناقص 2.3 ملي فولت على التمبريتشر. ملي حولها ل 10 قوه سالب 3. مفهوم كيف؟ هذا شو الوحده تبعته؟ تمبري سلسيوس صح؟ هذه الوحده تبعته سلسيوس في المقام في البسط. والسلسيوس اللي موجوده هون في المقام الاثنين ايش مالهم؟ بيلفوا بعض. فشو اللي بصفي عندي؟ ناقص 0.3 ملي فولت. هي مفهوم كيف؟ طيب في اف 1 قديش بتساوي؟ هي 7 بالعشرة فولت. اذا شو اللي لاحظناه هون؟ لاحظ انه لما بنرفع درجة حرارة الدايود السيليكون دايود مفهوم كيف؟ من 27 درجة مئوية ل 77 درجة مئوية، اوكي؟ فرق الجهد او الفورورد فولتج دروب بتغير، بدل ما كان 7 بالعشرة عند 27 درجة مئوية بصير قديش قيمته؟ هينخفض. لاحظ كيف طلع كيف انخفض لما صارت درجة الحرارة 77 درجة مئوية؟ صار قديش قيمته؟ 585 بالألف فولت. مفهوم كيف؟ هلا شو اللي بحكي الاستنتاج الخلاصه هون؟ بقول لك انه الدايود دائما بيشتغل على جهود على جهود منخفضه لما بتكون درجه الحراره دائما مرتفعه. الرسم اللي موجوده امامنا هذه بتمثل العلاقه الفعليه بين الجهد والتيار في الدايود، سواء كان في حاله الانحياز الامامي والعكسي بس تحت تاثير درجه حراره. خلينا نشوف، نعتبر انه هذه الكاركترستيك كيرف للسيليكون دايود. هلا في حال ما كانت درجة الحرارة قليلة طلع كيف؟ كانت قريبة من الروم تمبريتشر 27 درجة مئوية. فلنفرض رفعنا درجة حرارة الدايود لقديش؟ من 27 درجة مئوية رفعناها ل 82 درجة مئوية. شو اللي راح يصير هون؟ هي حكينا انه لما بنرفع درجة الحرارة الدايود راح يشتغل على جهد اقل، اي انه لما اشتغل معي على 7 بالعشرة فولت هون قديش راح يشتغل معي هون؟ على جهد اقل. وعشان هيك المنحنى هاي عند الحراره الجديده شو ماله؟ راح يكون زايح لجوا، راح يبقى معنا منحنى جديد لانه في حراره رفعنا درجه الحراره ل 27.82. فبس هذا المنحنى ايش ماله؟ بكون داخل لجوا. ليش؟ عشان اوضح لك انه الدايود بيشتغل على جهد اقل كل ما بنرفع درجه الحراره. مفهوم كيف؟ طيب هلا في عندي هون هذه في حاله الانحياز الامامي. هلا في الانحياز العكسي حاطط لك منحنيات اثنين، هذا الازرق بخص درجه الحراره 27 درجه مئويه، والمنحنى الاحمر بخص درجه حراره 82 درجه مئويه. اللي بصير انه التيار التسريبي ايوه اول ما بنزل اول ما بصير يكسر المنحنى، يعني ينتقل من افقي لعمودي، ما زبطتش معي عشان المنحنى هون، اوكي؟ اللي في الخط الازرق عند حراره قليله الاي اس شو حكينا عنها؟ دائما لما نزيد درجه الحراره الريفرس ساتوريشن كرنت او التيار التسريبي شو بصير فيه؟ بزيد ولا بقل؟ بزيد. علاقه طرديه كانوا بين درجه الحراره. فعشان هيك الخط الازرق هذا فرجيك انه الانحراف صار من افقي لعمودي على تيار قيمه تيار اي اس 1. شو مالها الاي اس 1؟ قريب من الاوريجن قليلا. عرفت كيف؟ بينما لما رفعنا درجة الحرارة الاي اس راح ايش؟ راح تزيد معنا. فعشان هيك المنحنى الاحمر هذا بكون برضه هون زي ما احنا شايفين كيف زايح لجوا على جهة الاوريجين، برضه هون برضه بكون زايح لجوا. فشايف كيف هون هذه الكسرة او الترانزيشن اللي تحول فيها العلاقة بين الجهد والتيار من افقي لعمودي صارت ايش؟ عند تيار اعلى بسموه اي اس 2. كيف؟ فهون مستنتج انه اي اس 2 بزيد. طبعا هون زياده درجه الحراره راح تخلي التيار يزيد. ايوه عند حراره مرتفعه زاد التيار، اوكي؟ عند حراره منخفضه كان التيار التسريبي قليل. بينما في المقابل هون شو اللي صار؟ زياده درجه الحراره راح تخلي الفورورد فولتج دروب هون عند قيم عاليه قليل، بينما عند حراره عند حراره مرتفعه ال في اف 2 بتكون قليله، وعند حراره منخفضه بتكون ال في اف 1 عاليه. واضح كيف؟ انا شايف انه لهون بكفي اليوم. هذا التسجيل هلا ان شاء الله بزبط، بعمل له كونفرجن وبرفع لكم اياه. اللقاء الجاي رح نتكلم عن
هذا إشي بسيط كتير. بعدين بنروح ندخل على تطبيقات الدايود في دوائر الدي سي والاي سي. قبل ما أنهي اليوم، في حدا عنده أي سؤال، أي استفسار، أي ملاحظات، اكتبوا لي على الشات، لأنه مش راح أسمع الصوت عشان حاطط مايكروفون. واضح يا جماعة المحاضرة السابقة وهذه؟ أنت راح أنزلهم اليوم إن شاء الله، اليوم أو بكرة أقصى حد بنزل لكم إياهم. راح أرفع الباوربوينت سلايد وبرفع لكم التسجيلات إن شاء الله. بس الله يسعدكم، تابعوا المادة أول بأول، لأنه هلا يعني بدنا نبلش الأسبوع الجاي، بدنا نبلش نحدد مواعيد لكويز، وبحدد ما بعطيكم هومور كمان عشان تسلموا. اتفقنا إنه دائما كل موضوع بنخلصه بنلحقوا بإيش؟ بأسايمنت، وبنلحقوا بالكويز عشان نضلنا دارسين المادة ومتابعينها منيح. أوكي، يعطيكم العافية، شكرا.